عندي هاي الدائرة مرسومة بداية طبعا هاي أبعاد الشاشة، هنا 0 0، هنا 479، هاي أكبر قيمة لي إكس، وصفر هاي النقطة الأولى، هاي 0 0، هنا أكبر قيمة لي واي اللي هي 639، والإكس 0، وهنا 479 و639. هاي هي أبعاد الشاشة اللي إحنا نعرفها وشرحناها أكثر من مرة. الزاوية العليا اليسرى والزاوية اليمنى السفلى، هاي الزاوية، وهذان الزوايا الأخر اللي هي عندي. كل زاوية، كل شاشة بها 4 زوايا، هنا أكبر قيمة لـ X، وهنا أكبر قيمة لـ X، وأكبر قيمة لـ Y، وهنا أكبر قيمة لـ X وأقل قيمة لـ Y. إذا عندي هاي الكرة أريد أنقلها من هذا المكان لهذا المكان، حجمها ما يتغير، فقط إنه أنا أريد هاي الكرة تتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان، أو مربع، هذا المربع أريد أنقله من هذا المكان إلى هذا المكان، أو المربع هنا أريد أجيبه هنا، يعني أما ينتقل عموديا أو ينتقل أفقيا، أو الكرة تنتقل منا لهنا. يعني شنو الأشياء اللي أسويها أني حتى ما يبقى هنا، يعني هاي الرسمة اللي هنا تروح تطلع لي بس هاي الرسمة بالنهاية، يعني من أنفذ بالبداية الكرة هنا، بعدين الكرة تصير هنا، أو المربع هنا بعدين ينزل جوه حسب الشاشة مالتي وأبعادها اللي عندي أنا. فالحركة هو عملية تحريك الشكل ورسمة بإحداثيات جديدة، أو الإزاحة، نفس المفهوم، الإزاحة أو الحركة. فحتى نسوي هذا الشيء، حتى نسوي هذا الشيء عندي أني عندي طريقتين للإزاحة. الطريقة الأولى الإزاحة، الطريقة الأولى إنه أستفاد من الدوال السابقة. الدوال اللي تعلمتها، دوال الرسم السابقة، أستفاد من عدها، أو أتعلم دوال جديدة. الطريقة الأولى اللي أستفاد من الدوال السابقة هم بها طريقتين، أما أو، يعني هاي الطريقة الأولى وهاي الطريقة الثانية. أما الطريقة الثانية فخطوة، يعني طريقة واحدة، راح نتعلم الـ4 دوال، زيح شكل معين. عندي طريقتين، الطريقة الأولى إنه إنه أوظف الدوال السابقة اللي تعلمتها بالمحاضرات من بداية حد النهاية. يعني كل ال شوفوا انتم شنو الدوال اللي راح نستفاد من عندها، هسه راح اوضحها لكم. طبعا هي ايضا تنقسم الى طريقتين، اما الطريقه الثانيه لا، طريقه واحده وبها مجموعه دوال، بها مجموعه دوال الداله الاولى اللي هي ايمج سايز، وعندي الميموري لوكيشن، وعندي البوت ايمج، وعندي الجيت ايمج، وراح نجي عليهن دالة دالة ونعرف شنو ياخذن من باراميترات، وشنو الفائدة من عدهن، وشلون يشتغلن. هسه احنا بالطريقة الأولى اللي يعني اللي هي أيضا تنقسم إلى طريقتين، الأولى والثانية. الطريقة هاي مات الدوال السابقة، الفكرة من عدها إنه أني راح شو أسوي. إنه أنا شنو راح أسوي؟ راح أرسم الشكل عبارة عن رسم ومسح، أرسم الشكل وأمسح الشكل.
أرسم الشكل وأمسح الشكل. طيب المسح شلون راح يكون؟ المسح بطريقتين، المسح أما أرسم الشكل، أرسم الشكل باللون الأسود، أو أمسح الشكل بالدالة كلير ديفايس. فعندي طريقتين للمسح، أما أرسم الشكل باللون الأسود أو أمسح الشكل بالدالة كلير ديفايس. فعملية يعني عملية تحريك شكل هو عبارة عن أنه أنا أرسمه وبعدين أمسحه، أرسمه وبعدين أمسحه، أرسمه وأمسحه، أرسمه وأمسحه إلى أن أوصل للنهاية. المسح شلون يكون؟ المسح أما هو أنا أرسمه باللون الأسود، فاللون الأسود يصير ويا الشاشة، أو أستخدم الدالة كلير ديفايز ورا ما أرسم أمسح، ورا ما أرسم أمسح، ورا ما أرسم أمسح أمسح إلى أن أحصل على النقلة الأخيرة. فها هي الفكرة العامة للطريق شلون أوظف الدوال، يعني الدوال السابقة اللي أخذناها بعملية التحريك، إنه أني أرسم الشكل وأمسح. يعني طريقة بسيطة، هو شلون أي شكل عندي، مثلا عندي دائرة، هاي الشاشة مالتي، عندي دائرة وأريد يعني أنقلها، كانت هنا بهذا الإحداث، كانت بمركز مثلا 50 50، وأريدها بمركز 300 300 300 300. طبعا نصف القطر نفسه ما يتغير، نصف القطر اللي يتغير المركز، يعني كان 50 50 صار 300 300، إنه آني يعني حركت الكرة أفقيا باتجاه الإكس، فصار عندي عفوا هنا تحريك عمودي مائل، يعني 300 300، يفترض الكرة هنا، ف يعني زادت الإكس وزادت الواي، زادت الإكس وزادت الواي. فهاي العملية شلون أسويها؟ أنا شلون يعني أرسم الشكل بالبداية هنا وبعدين يرسم هنا، شلون أسوي هاي الشغلة؟ الشغلة الأولى إنه أرسم الشكل وبعدين أمسح هذا الشكل، وبعدين أرسم الشكل طبعا، وورا ما أمسح أزيد الإكس والواي، أزيد الإكس وأزيد الواي، لأن مركز، لأن أنا راح أرسم الشكل بمكان جديد، فأزيد الإكس وأزيد الواي، وبعدين أرسم الشكل بالإحداث الجديد. فهي هاي الفكرة، الفكرة إنه أنا أرسم الشكل بالإحداث القديم، وبعدين أمسح الرسمة الأولى، وبعدين أرسم الشكل بالإحداث، وبعدين أزيد الإحداثي، ووراها أرسم الشكل بالإحداث الجديد. فهي عملية رسم ومسح ورسم، رسم مسح ورسم، هيك الشيء يصير. فها هي يعني فكرة مبسطة اللي شلون أزيح شكل يعني بأبسط الطرق، يعني باستخدام الدوال السابقة اللي أخذناها. نفترض هي الشاشة، فعندي هاي الكرة، أريد الكرة مرة أريد أجيبها هنا، ومرة أريد أجيبها هنا، ومرة أريد أجيبها هنا. فأول حالة إلها معناتها إنه فقط الإكس تغير، ثاني حالة معناتها الواي تغير، ثالث حالة معناتها الإكس والواي تغير. ليش؟ لأن أنا هنا اتحركت الكرة أفقيا، معناتها فقط مركزها اللي كان هنا مثلا كان 50 50، هنا مركزها صار 150، أي إنه فقط إحداث الإكس تغير، فقط الإكس تغير بمركزها، يعني الواي بقى نفسه. يعني كانت الكرة مالتي هنا 50 50، صارت 150، يعني فقط الإكس مالت الكرة تغير، الواي بقى ثابتة. هاي يعني أول حالة، حالة إنه تتحرك أفقيا. الحالة الثانية لا، إنه تتحرك عموديا، يعني الكرة
أول مرة هنا، بعدين تصير هنا. أنا أريدها يعني تتحرك يعني مثلا أريد أسوي مطر، مطر نازل من السماء، شلون أسوي هاي الحالة؟ شلون أسوي؟ أفترض إنه أنا مثلا عندي كرات أو مربعات صغار أو حتى خطوط، ها؟ شلون شنو اللي راح يتغير بيهن حتى تتبين كأنه نقاط نازلة من السماء الأرض؟ الواي يعني هنا الاكس مثلا 50 50، الواي هنا شو تصير؟ تبقى الاكس 50 والواي يصير 100، فهذا نسميه حركة عمودية، حركة باتجاه الواي، انه فقط الواي يتغير. هاي الكرة هنا أصبحت هنا، هذا واحد هذا اثنين، اللي تغير فقط كانت 50 50 صارت 50 100. يعني أنا أريد أرسم الكرة أول مرة هنا، بعدين أرسمها هنا بهذا المكان، أي إنه أنا راح أغير الإحداث في واي بالنسبة لمركز الكرة. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، لا أريد الكرة بهالاتجاه هذا، يعني شلون راح أسويها هنا؟ يعني هنا كانت الكرة، أريد مثلا عندي لعبة وأريد الكرة تتحرك بهذا المسار، بهذا الاتجاه، يعني بالزاوية المائلة. طبعا راح أغير الأكس والواي، يعني كانت الأكس 50 50، هنا الواي راح تصير 100 100، الأكس 100 والواي 100، يعني راح يصير عندي زيادة بالأكس وزيادة بالواي بهالشكل. هذا راح تتحرك الكرة، كانت هنا وإجت هنا، فالأكس كانت هنا 50 50، هنا الأكس صارت 100 100، معناته أنا راح أزيد الأكس وأزيد الواي، يعني الكرة راح تتحرك بالاتجاه المائل، يعني لا هي أفقي ولا هي عمودي، هي مائل، راح تتحرك بالاتجاه هذا أو هذا الاتجاه، والعمودي بهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. طبعا بهذا الاتجاه يعني أرسم الكرة هنا وأرسمها بهذا الاتجاه بعد التحريك، يعني مو تكبر أو تصغر، لا بنفس السايز مالتها، بس مو بنفس القيم. يعني هنا مثلا كانت 50 50، هنا إجت صارت 150، هيك شيء، أو 50 150 إذا أفقية تحركنا. فهو المبدأ العام إنه أني فقط إحداثيات موقع الشكل راح يتغير، بينما حجمه راح يبقى ثابت. فالخوارزمية شو تقول؟ شوف هسه هاي بالرسمة واضحة، يقول إذا عندي أنا هاي الكرة كان مركزها إكس وواي، هاي الكرة كان مركزها إكس وواي، هذا يعني هاي الإكس وهاي الواي. شوف طلاب، هاي شلون يطلع الإكس والواي من يعني من التقاطع، يعني هذا المسار هو الإكس وهذا المسار العمودي هو الواي، فتقاطع الإكس والواي طلع لي النقطة إكس وواي. هذا اللي أنتم يعني لازم تعرفونه شلون من تحددون نقطة على الورقة البيانية. يعني فرضوا هسه هاي الشاشة السوداء هي ورقة بيانية، فحتى أطلع نقطة معينة أنا لازم أقاطع هاي، يعني هاي القيمة اللي جاية منها من الاتجاه الأفقي. شوف هذا كله اللي هنا الاتجاه الأفقي، وهذا الاتجاه العمودي اللي هنا مقابيل هذا الخط، اللاين مالته، يعني هذا اللاين هو العمود، وهذا اللاين بهذا الاتجاه هو الأكسات أو الأفقي، فتقاطعهم تطلع النقطة، تقاطعهم تطلع النقطة اللي أنا أريدها. بهالشكل هذا انتم اي رسمه تقدرون تحددون احداثيتها. فاني عندي هاي الرسمه هنا بالبدايه، يعني الكره كانت بهذا الموضع، بعدين اريد انقلها لهذا الموضع، يعني الاكس راح تزيد بمقدار معين والواي تبقى ثابته.
الاكس، لاحظوا أعزائي الطلبة، الاكس جاي يزيد، الاكس جاي يزيد بمقدار اي، اكس زائد اي بمقدار معين، والواي ثابتة، يعني أنا كل مرة أزيد الاكس. شلون أوصل لهذا المكان؟ يعني هي الكرة هنا أريد أوصلها هنا، معناته إنه أنا كل مرة لازم أزيد الاكس بمقدار معين، أزيده 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 إلى أن أوصل هنا. طيب أوكي، كمبدأ عام هو إحنا لازم نزيد الاكس. زين بالرسم شلون نطبقها؟ بالرسم نطبقها إنه أنا أرسم الشكل، أرسم الشكل، وبعدين أزيد الإحداثي الإكس، وأمسح يعني أمسح الشكل اللي رسمته، وبعدين أرسمه بالمكان الجديد، فتصير عملية رسم ومسح، رسم ومسح للشكل. فالخوارزمية تقول إذا أردنا تحريك نقطة، طبعا عنوانها تصميم برنامج لتحريك دائرة أفقيا، والموجود هو هذا فصل الإزاحة، فصل الثامن، فصل الإزاحة، إزاحة أي شكل هندسي على الشاشة. وقلنا طبعا إحنا عندنا طريقتين، والطريقة الأولى إنه نستخدم الأشياء البسيطة نوظفها، الأشياء السابقة اللي درسناها نوظفها، والطريقة الثانية لا، راح نعرف دوال جديدة تسوي لي الإزاحة أو الحركة. الطريقة الأولى، إذا أردنا تحريك نقطة أفقية جهة اليمين من X1Y إلى X2Y، لاحظ X1Y X2Y، يعني الواي ما غيرها، فقط غير الاكس 1 الى الاكس 2، يعني شوف خلاها الواي ثابته، لان التغير فقط بالاكسات، الاكس 1 صارت اكس 2 والواي بقت. يعني لو كانت عندي كانت 50 50 راح تصير 150، معناته انه فقط الاكس تغير والواي، لاحظوا الواي بقت ما بها تغير، التغير فقط للإكس، هذا تحريك أفقي. وإذا التغير للواي تحريك عمودي. بالبداية نرسم الدائرة في الإكس 1 واي ونصف قطرها اتش، طبعاً لازم نرسم الدائرة بالمكان الحالي، نرسم الدائرة بالمكان الحالي أول مرة لازم نرسمها، بعدين ثم نثبتها على الشاشة لحظة باستخدام الدالة ديلي، ديلي أوف رقم، وهي تقوم بتثبيت الشاشة لمدة 10 ملي سكند، حيث الثانية الواحدة تساوي 1000 ملي سكند، ويكتب بمقدار الزمن بين قوسين الدالة في المكان المظلل. بالبداية أول خطوة يقول لك أنا أرسم بالإحداثيات الـ X1Y الإحداثيات الحالية، بعدين أخلي وراها ديلي بمقدار مل ثانية، إيش قد أريد أخلي، مثلاً 100 مل ثانية، 200، شنو الفائدة من هذه الدالة؟ هاي الدالة تأخر الإعاز اللاحق، ما يظهر بسرعة، يعني أنا أريد أرسم مرة ثانية وراها، فالديلي بيناتهم تأخر عملية الرسمة الثانية. وراها أقوم بمسح، وذلك بأن نرسم نفس الدائرة ولكن باللون الأسود. هنا شو نسوي؟ نرسم الدائرة نفسها باللون الأسود، يعني شنو؟ أخلي set color off zero. إذا خلينا set color off zero راح يرسم لي شكل باللون الأسود، معناته نفس لون الشاشة، فما يطلع الشكل. بعدين أزيد الإحداثي بمقدار واحد أو بمقدار I. بعدين نكرر هذه العملية عدة مرات حتى نصل لمقدار الإزاحة المطلوبة. يعني هي الفكرة أنه أنا أرسم الشكل وبعدين أمسح الشكل وبعدين أرسم الشكل بالمكان الجديد، فراح نشوفه بالبرنامج.
طبعا بالبداية لازم المكتبات، الاستوديو، الكون اي او، الدوز دوت الاتش، والجرافيك دوت الاتش. الدوز دوت الاتش المن للديلي، الديلي دالة بولد ان فانكشن موجودة بالدوز دوت الاتش، يعني بالهيدر دوز دوت الاتش. يعني انا من اخلي ديلي بالبرنامج لازم اخلي الهيدر مالتي او البروتوتايب مالته اللي هو الدوز دوت الاتش. فهذا الدوز دوت الاتش المن خلينا لكوننا راح نستخدم الدالة ديلي اوف مقدار معين. وفائدة الديلي من اسمها ديلي يعني تأخير، ديلي معناته تأخير، ليت يعني أنا أأخر ظهور ظهور تنفيذ الإيعاز، أأخر ظهور تنفيذ الإيعاز اللاحق بمقدار ملي سكند، يعني بمقدار مثلا 100 ملي سكند، 200، إيش قد أخلي هنا رقم راح يتأخر ظهور الإيعاز، نتائج الإيعاز اللاحق. تقدرون توظفونها بأي، هاي الدالة تقدرون توظفونها بأي رسمة معينة، مو شرط هنا بالحركة. تقدرون مثلا يعني هاي الرسومات اللي جاي يرسمونها زملائكم، شلون هسه هاي يطلع شوية شوية الرسمة، يعني مثلا يعني الخارطة اللي رسمها زميلكم مصطفى، شلون خلى يعني ما تبادر ذهنكم انه هاي الأشياء شلون جاي يرسم جزء جزء، يعني جاي يرسم محافظة محافظة، أو بالبداية الخارطة جاي يرسم لاين لاين، شلون جاي يأخر ظهور الإيعاز اللاحق، جاي يأخرها باستخدام الدالة ديلي. الدالة ديلي هي مسؤولة عن هذا الشيء، يعني أنا أرسم هذا اللاين وأخلي وراه ديلي وأرسم اللاين الآخر، اللاين الآخر ما راح يطلع بسرعة، لا راح يتأخر بمقدار زمن معين اعتماد على الوقت اللي خليته بالدالة ديلي. فإذا خليت رسم وراه ديلي وبعدين الرسم الآخر ما يطلع بسرعة بالتنفيذ، لا يتأخر شوية. ليش؟ لأن خليت بياناتهم ديلي، يعني تأخير زمن التنفيذ. هيك الشيء يعني هذا كشرح للدالة ديلي. طيب هسه هنا راح نوظفها بعملية الإزاحة. شلون راح نوظفها؟ void main عندي x 45 والواي 60 وال h 3، هذا ال h هو نصف القطر، و x و y ونصف القطر، متغيرات تسمية لا أكثر، كيفكم تسمونها x و y، m و n، x 1 و y 1، r، أهم شيء يخضع لقواعد تعريف أسماء المتغيرات بلغة سي بلس بلس، أي اسم متغير. المهم الأكس والواي هن مركز الدائرة، والأتش هو نصف القطر اللي راح يعني الدائرة مالتنا اللي راح نحركها. طبعا النصف القطر ما يتغير، ملاحظة كلش مهمة، احنا حجمه الشكل ما يتغير، يعني الأتش ما راح يتغير، اللي يتغير عندي فقط الأكس والواي. إذا أفقي راح الإكس تزيد، وإذا عمودي الواي تزيد، وإذا مائل الإكس والواي اثنين يزيدان. هذه هو الإزاحة، مفهوم الإزاحة كمفهوم عام. طبعاً بالبداية خلى دوارة فور الانتجر اي تساوي صفر، اي أصغر من 100 والاي زائد زائد. طبعاً بالبداية لازم الديتكشن ولازم الانشاليزيشن، الجرافيك هذني مفروق من عدهن. بالبداية قال set color of zero clear circle x و y و h. هنا رسم الشكل باللون الأسود، رسم الشكل باللون الأسود، بعدين زيد العداد بمقدار واحد، ورسم وبعدين أخلى set color of ال 15. set color of ال 15 يعني غير اللون، سواها باللون الأبيض، وبعدين رسم الشكل بالإحداثيات الجديدة، رسم الشكل بالإحداثيات الجديدة، ووراها ديلي. يعني شلون راح يعني بالبداية أرسم الشكل وأزيد العداد بمقدار واحد، والنوب أرسم الشكل بالمكان الجديد. ف
فهو رسم ومسح، يعني يرسم الشكل ويمسح الشكل وبعدين يزيد العداد بمقدار واحد. يعني شيء كلش كلش بسيط، المهم بأنه أنا أعرف المبدأ. المبدأ شنو هو؟ المبدأ أنه أنا راح أحرك هذا الشكل، التحريك أما أسأل نفسي أقول راح أحركه أفقيا معناته الأكس تزيد، أحركه عموديا معناته الواي يزيد. لو كان أريد أنا أنزل يعني الكرة مالتي أريدها منها تنزل لي جوا، يعني كانت هنا وأريدها تنزل لهنا بهالاتجاه هذا، فراح أخلي الواي تساوي واي زائد واحد، واي تساوي واي زائد واحد. لو أريدها تتحرك مائل راح أخلي إكس زائد واحد وواي زائد واحد، اثنين أخليهم. فهي هاي يعني كخوارزمية بس، يعني كمفهوم عام شلون أحرك كرة. يعني إذا عندي كرة تتحرك بالاتجاه الأفقي راح أخلي إكس تساوي إكس زائد واحد أو إكس إكس زائد آي، ممكن إكس زائد واحد أو إكس زائد آي طبعا داخل دوارة. أما إذا ردنا نتحرك بهالاتجاه يعني هنا الكرة ونزلنا لجوا راح نكون واي تساوي واي زائد واحد أو واي زائد آي، نفس المفهوم. أما إذا لا ردت أتحرك بهالاتجاه، أنا هنا وردت أنزل لهنا يعني بشكل مائل، فش راح أسوي؟ أسوي إكس زائد واحد وواي زائد واحد، اثنين هن أسويهن، هاي المعادلتين أسويهن، أو إكس زائد تساوي إكس زائد آي وواي تساوي واي زائد آي. فلاحظوا إنه بالأفقي فقط الإكس وبالعمود فقط الواي وبالمائل الإكس والواي. مهم ننتبه لهاي الشغلة، يعني مهم إنه أني أعرف إيش راح أغير. أنا عندي الكرة راح أغيرها، راح أحركها بالاتجاه الأفقي، فخلي الزيادة على الإكس، أحركها بالاتجاه العمودي أخلي التغيير على الواي، أحركها بالاتجاه المائل، يعني مثلا هي هنا وأريد أوديها لهنا نهاية الشاشة، فراح أقول إكس زائد واحد وواي زائد واحد بهذا المكان. أما بقية الإعازات نفس ما هي، هاي بالنسبة إذا أنا أريد أحرك كرة. set color of الصفر معناته جاي أرسم الشكل باللون الأسود، أرسم الشكل بعدين أزيد الإكس بمقدار واحد أو بمقدار آي، بعدين أسوي set color of 15 أو أوف أي لون آخر يعني مخالف للون الشاشة. هنا لون الشاشة معناته جاي أمسح، يعني هاي الخطوة، يعني هاي الخطوة السيت كلر والسيركل معناته إنه إحنا جاي نمسح، يعني عملية إنه رسم الشكل بلون أسود معناته مسح، يعني هذا السيت كلر والسيركل كأنه أنا جاي أمسح هسه هذا. وسيركل اكس وواي واتش وديلي، يعني باعتبار انه هو هسه ايش راح ينفذ شكل، ينفذ شكل باللون الابيض وبعدين يجي على يغير اللون صار اسود ويرسم الشكل بالمكان الجديد. بس عفوا يعني الرسمة مالت المكان القديم راح يغير اللون مالتها، الرسمة مالت المكان القديم راح يغير اللون مالتها. فعملية تغيير اللون راح تكون هي عبارة عن عملية مسح للشاشة، كأنه أنا جاي أمسح الشاشة. فهو يعني كمبدأ عام إنه
رسم ومسح، رسم ومسح إلى أن أوصل للمكان الجديد. يعني أنا أرسم الشكل، أزيد الإكس، وبعدين أمسح الشكل القديم، وبعدين أرسم الشكل بالمكان الجديد إلى أن أوصل. عمليات متكررة طبعا حد ما تخلص الدوارة مالتي، إلى أن أوصل لإيش قد أنا أريد الإكس أو إيش قد الدوارة مالتي. فهو هذا يعني عملية، أبسط شيء لعملية تحريك شكل. هاي يعني الطريقة الأولى. الطريقة الأولى شلون أني يعني أكتب الكود مالته. الطريقة الثانية يعني طريقة إنه أني أكتب الدالة clear device. لاحظوا أعزائي الطلبة clear device، سوى clear device، يعني سوى clear device للشاشة. فأي رسمة موجودة على الشاشة تنمسح. هسه هاي clear device كأنه مقابلة للست كلر اوف الزيرو والسيركل اكس وواي واتش. يعني هاي الخطوتين عوض عنهن هناك. لاحظوا هاي الخطوتين الست كلر اوف الصفر، يعني الست كلر اوف الصور الصفر، يعني انه انا ارسم باللون الاسود، ورسم الشكل عوض عنها بالكلير ديفايس. clear device، clear device، وزيد الاكس بمقدار واحد، ورسم الدائرة، وبعدين سوى وراها ديلي. تلاحظون هو نفس البرنامج السابق، نفس البرنامج السابق، بس عملية المسح اختلفت. مرة يمسح بأن يرسم باللون الأسود، ومرة لا يمسح باستخدام الدالة clear device. فهاي هي اللي قلت لكم عليها، قلت لكم اني من شرحت بالبدايه ايش قلت. قلت اني عندي طريقتين للازاحه، طريقتين للازاحه، والطريقه الاولى هي طريقتين. فالطريقه الاولى انه اني ارسم باللون الاسود، ويعني ارسمه باللون الأسود. والطريقة الثانية إنه أستخدم الدالة clear device. clear device هنا أرسم وأمسح، وهنا أيضا أرسم وأمسح، بس المسح ب clear device، وهنا لا. يقول أني أقدر أوظف الدالة set color of zero، باعتبار إنه set color of zero هم كأنه عبارة عن مسح، لأن أني أي شيء أرسمه بلون الشاشة باعتبار أني مسحته، لأن ما يظهر، لأن اللون الأسود هو لون الشاشة. فأي شكل أني أرسمه بلون مماثل للون الشاشة هو عبارة عن مسح للشكل. فهاي هي الطريقتين اللي حكيت لكم عنها بالبداية. طريقة إنه أني أرسم الشكل باللون الأسود، والطريقة الثانية إنه عفوا استخدم الداله كلير ديفايس دي عمليه المسح. هاي هي الطريقه الاولى بالازاحه. لاحظوا كلير ديفايس اكس زائد يساوي واحد، سيركل اكس وواي واتش، وديلي ديلي 100، هو نفس البرنامج السابق، فقط التغيير انه هناك استخدم السيت كلر اوف الزيرو وسيركل اكس واي واتش، وهناك وبذاك البرنامج استخدم الكلير ديفايس. يعني اني
ورسمت شكل باللون الأسود، رسمت شكل باللون الأسود، أو استخدمت كلير دراي، الاثنين هني يقدرني يسحل الشكل، الشكل اللي أنا أريد أمسه من الشاشة. يعني المفروض إحنا يعني نتعلم شغلتين، الشغلة الأولى إنه إحنا أي شكل هندسي أقدر أرسمه عن طريق إنه أنا أرسمه وأرسمه بالمقاس هذي، وبعدين أمسح الرسمة بدالة كلير ديفايز، وبعدين أرسم هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه أنا أرسمه باللون الأسود، أرسمه باللون الأسود، وبعدين أرسمه باللون الجديد، فاللي راح يطلع الشاشة المكان الجديد أو الإحداث الجديد باللون اللي يعني مخالف للون الشاشة، باعتبار إنه ما يطلع كأنه الشيء يعني الموقع الحالي أو الموقع السابق التغيير، قبل لا أغير الأكس وقبل لا أغير الواي، قبل لا أزيد الإحداثيات. فهذا هو عملية إزاحة شكل من موقع إلى موقع آخر بالطريقة البسيطة، بالاعتماد على الدوال السابقة، يعني الدوال اللي تعلمناها. هسه شو استخدمنا؟ الدالة ست كلر، والدالة ديلي، والكلير ديفايز، وأي دالة ترسم لي شكل. مثلا أريد أرسم دائرة، أستخدم رسمها سيركل، أريد أرسم ريكتانجل، ممكن إنه أنا ريكتانجل أحركه، ممكن أحرك لاين، أي شكل أريد أحركه. المهم عندي يعني المبدأ، الفكرة العامة من شلون أحرك الشكل. اللي هنا واضح طلاب برنامج ايش راح يسوي؟ راح يزيد العد. يعني أنا هذا شوف هسه هذا يعني هذا السيت كلر اوف الزيرو والسيركل اكس واي واتش، ها هنا راح ترسم. شوفي راح تر يعني هاي راح تتنفذ، الاولى السيركل تتنفذ، بس تتنفذ ما تبين على الشاشه. ليش ما تبين على الشاشه؟ ها لان اللون مالتها صفر، اللون مالتها صفر، راح شنو أول يعني هو هسه شوف من يجي كتنفيذ للإعازات شو يسوي؟ ست كلر اوف الصفر، يعني يسوي اللون أسود مو صح؟ بعدين يرسم الدائرة بيا إحداثيات، بالإحداثيات اللي دخلت أنا 45 60، مو هيك التنفيذ 45 60، بس ال 45 60 ما تطلع على الشاشة. ليش ما تطلع على الشاشة؟ لأن شنو هو؟ اللون أسود، اللون أسود، يعني أول مكان يرسم بي، مو ما يرسم بي، يرسم بي، يعني اللي الإحداثيات قبل الزيادة يرسم بيها، رسم بيها. بعدين شنو؟ زيد الأكس، زيد الأكس بمقدار واحد، صارت 46، يجي يرسم الدائرة 46 60، 46 60، سوى ديلي، رجع النوب هنا، رجع هنا شنو؟ سوى اللون أسود ورسم، رسم الدائرة مرة ثانية أم 46 60 بالمكان نفسه. يعني شنو؟ راح يمسح الرسمة هاي أم 46 60، يمسحها ويجي يزيد العداد بمقدار واحد إلى أن نخلص هنا. كأنه أنا شنو؟ أرسم بهذا المكان وأمسحه، أرسم وأمسحه، أرسم وأمسحه، هي هاي الفكرة. شكرا لك. مفهوم. هي هاي نفس نفس الشيء بالكلير ديفايس، نفس الشيء تتبعونها، نفس الشيء تتبعونها، تشوفون شلون جاي يمشي البرنامج. نفس الشيء بالكلير ديفايس، يعني الكلير ديفايس جاي يمسح اي رسمه موجوده على الشاشه ويزيد العداد بمقدار واحد ويرسم الرسمة الجديدة، يعني بالإحداث الجديدة، ويكمل يعني يزيد العداد بمقدار واحد ويرسم
ويرجع النوب يمسح الرسمة ويزيد العدار بمقدار واحد ويرسم إلى أن يوصل، يعني يوصل للنهاية. فهي يعني نلخصها كمبدأ عام إنه أنا أرسم وأمسح، أمسح أرسم وأمسح، بس مو أرسم بنفس المكان، لا كل مرة أغير المكان، أغير المكان شلون؟ بهاي الشغلة. أنتم لو ما تخلون هاي ما راح يبين عندكم الحركة، الحركة تبين من أني أزيد الإكس أو أزيد الواي أو أزيد الإكس والواي، لأن إحنا إذا ما خلينا هاي الشيء راح يرسم الشكل بنفس المكان. وحتى أحصل منتصف الشاشة أقسم القيمة اللي تطلع لي على اثنين، تطلع لي منتصف الشاشة. هاي هي يعني عملية حساب منتصف الشاشة. طيب نجي يعني موضوعنا اليوم، موضوعنا هو التحريك، فشلون حرك الكرة؟ فقال عندي 4، 4 للآي تساوي 0، آي أصغر من 100 والآي زائد زائد. بالبداية خلى set color of الزيرو، set color of الزيرو اللون الأسود، بعدين رسم الكرة بالإحداثي سيركل ام وان، والار هو نصف القطر اللي انا مخليته فوق 10، الار 10، ام والان حسبتهن هنا، الام والان كيف حسبتهن؟ اخذهن من الحساب او اريد ان اعرفهن كقيم هنا؟ ممكن انه انا هسه ابدل اقول لا ما اريد استخدم الام والان اللي حسبتهن، اخلي الاكس 1 واي 1، ممكن انا انطيها قيم قبل او اريد احسب، بس انا لكوني انا ردت الكره مالتي بنفس الشاشه، حسبت منتصف الشاشه وعوضت راسه، يعني حسبت الام هي منتصف الشاشه والواي ايضا منتصف الشاشه يعني باتجاه الواي، واخليت ام وان. بعدين اجيت زيدت الام بمقدار واحد وزيدت الان بمقدار واحد. لاحظوا الام هي ما يقابل للافقي الاكس، والان ما يقابل العمودي، يعني هو مو يريد يحرك الكره بالشكل المائل، شلون حركها بالشكل المائل؟ زيد اثنين هنا الاكسات والوايات، زيد الاكس بمقدار واحد والواي زيده بمقدار واحد. لا تغركم التسميه، ترى هو نفس هذا فقط تسميه متغير، وانا ليش تعمدت انه اغير التسميه؟ حتى تعرفون انه هاي هي اسماء متغيرات، يعني مو آية قرآنية وثابتة، وإنما هي متغيرات. المهم تعرفون إنه أنا هاي المتغيرات شنو تعني لي. الأم والأن هو مركز الدائرة، مركزها، فأني اللي أريد أغير، أريد أحرك الكرة باتجاه المائل، يعني باتجاه إنه الأكس تزيد والواي تزيد، فزيدت الأكس وزيدت الواي، وبعدين رسمتها باللون الأبيض الـ15، يعني سويت set color of الـ15، وبعدين سويت circle M و N و R، وبعدين سويت delay للـ100. هسه لو نحذف هذا الشيء، خليت فقط الزيادة هنا بالإكس، وراح أبدي أنفذ مرة ثانية. لاحظوا الكرة تحركت فقط بالاتجاه الأفقي، الزيادة صارت بالاتجاه الأفقي، والكرة جاي تتحرك بالاتجاه الأفقي. وقفت، وقفت ليش؟ لأن الدوارة مخليتها أنا فقط للمية، يعني تزيد. لو خليت هنا، رجعت خليتها ان، وابدي اسوي ران مره ثانيه. شوف هنا نزلت بالاتجاه العمودي، يعني الكره جاي تتحرك بالاتجاه العمودي.
وهذه يعني هي ما جاي تنزل للنهاية، لكون أنا مخلية الدوارة حد 100، يعني لو زيدت الدوارة مثلا أخليها أكثر، مثلا أخليها 200، لو زيدت الدوارة أكثر راح الكرة تتحرك يعني إلى نهاية الشاشة. هذا أنتم تتحكمون بيه برسمكم، يعني تردون مثلا الشكل يتحرك من البداية للنهاية. لو رسمت مثلا الكرة بالصفر صفر، تعالوا خلينا نجرب نرسم الكرة بالصفر صفر ونزيد ال to R والرن. جاي يرسم ويمسح، شنو اللي بروبلم صار عندي؟ لأن اللي صارت هاي المشكلة، لأن أنا جاي أرسم باللون الأسود، جاي أرسم باللون الأسود وبديت من الصفر صفر، فصارت عندي هاي المشكلة. فخلي نرجع الإحداثيات مالتنا نفسهن، الأم والأم، الأم الأم. هاي احنا شفنا كل الاشياء، شفنا انه شلون نحركه افقي، وشلون نحركه عمودي، وشلون نحركه بالاتجاه المائل. بهالترتيب هذا، لو مثلا انا اريد ارسم مربع اشيل فقط السيركل، اخلي هنا يعني اشيل السيركل اخلي المربع، واشوف بالمربع انا اقدر يعني اتحكم بيها. مثلا انا هسه يعني الدائرة يعني زيدت مركزها، زيدت مركزها، أشوف أنا المربع شنو الأشياء اللي أقدر أزيدها، الأشياء اللي أقدر أتحكم بيها حتى ينتقل المربع من هذا المكان لهذا المكان. طبعا أنا المربع حتى يعني أحركه عندي زاوية البداية وزاوية النهاية، يعني نقطة البداية ونقطة النهاية. إذا نسوي إذا نرجع على البرنامج إذا إيش كان الشكل هسه، هاي دائرة صارت التغييرات على الإكس والواي، هاي دائرة صارت التغييرات على الإكس والواي المركز مالتها. لو كان أنا عندي هذا المربع، هذا المربع وأريد أرسمه، المربع شنو بيبي؟ هاي الزاوية الإكس والواي، وهاي الزاوية الإكس والواي، يعني هاي النقطة وهاي النقطة. فأيضا أني هذني الأشياء اللي أقدر أتحكم بهن بعملية تحريك هذا المربع. يعني أنا هذا المربع أريد أحرك وأريد أنقله من مكان، يعني أنا هسه عندي هذا المربع هنا أريد أنقله هنا. الدائرة سهل، الدائرة بيها مركز وأنا أزيد على المركز، يعني التغييرات كلها راح تصير على المركز. المربع شنو بيه؟ بيه هاي النقطة
الاكس والواي، وهاي النقطة أيضا الاكس والواي اللي هي اكس 1 واي 1 وهاي اكس 2 واي 2 وهاي اكس 1 واي 1 واكس 2 واي 2. فأنا هذن اللي أتلاعب به، يعني هذن اللي راح يصير عليه الزيادة هنا، يعني انباعوا على الشكل شنو يعني شنو الأشياء الثابتة بيه، هن ذن اللي نتلاعب بيه. فهذا المربع اللي يعني الأشياء اللي أقدر أتلاعب بيها هي زاوية البداية وزاوية النهاية. فأني حتى أحرك الشكل بهذا الاتجاه أزيد هاي، ممكن إنه أنا أزيد الـ X1 Y1، أزيد الـ X1 Y1 وراح يمشي بهذا الاتجاه، أزيد الـ X1 Y1 راح يمشي بهذا الاتجاه أو يمشي بهذا الاتجاه أو يمشي بهذا الاتجاه. فإحنا نشوف شنو يعني هذا الشكل شنو بيه من خاصية. نفس الشيء بالنسبة للإليبس، الإليبس أيضا مركزها، الدائرة قلنا مركزها، يعني مثلا أنا عندي هذا الشكل أيضا، مثلا أريد أرسم سيارة بهالشكل هذا، بهالشكل هذا هاي السيارة، وأريد أريد أحرك الأشكال. فكل يعني يعني شلون كل لاين أنا راح أرسمه، كل لاين أرسمه وبعدين أرسمه مرة ثانية بمكان جديد، يعني جديد راح يتغير. فأخلي الإكس زائد آي أو واي زائد آي، هاي يعني تشوفونها من تردون تحركون مثلا سيارة، أو مثلا أريد أحرك طائرة إذا انضبطت عندي رسمة الطائرة. فتجي يعني إحنا هاي كمبدأ عام شلون أحرك شكل، بس كشكل كامل لازم بالبداية أنا أرسم الشكل وبعدين أجي أسوي زيادة على الإكس أو زيادة على الواي أو زيادة على الإكس والواي. هاي هي يعني الفكرة العامة من محاضرتي اليوم. نعم طلاب، مفهومة المحاضرة؟ التنصيب يقدر يقادر. شكرا جزيلا. نعم تفضل، من وين؟ مو صح؟ هو ليش انطانا خيارين؟ انطانا خيارين لان انه الكلير ديفايس تمسح كل الشاشه، فاذا انا عندي رسمات قبل هاي الرسمه اللي اريد احركها، مثلا انا عندي منظر طبيعي والمنظر الطبيعي ويا مثلا بلم جاي يمشي بالنهر، فانا من اسوي كلير ديفايز يعني انا سويت البرنامج وبنص البرنامج اريد احرك البلم، فمن اسوي كلير ديفايز راح يمسح لي الشاشه كلها، فانا شويه احرك دماغي اشوف يا طريقه اللي تفيدني، هاي الطريقه تمسح لي الشاشه كلها، اروح على الطريقه الثانيه او اروح على الطريقه اللي راح اشرحها انا ان شاء الله بالمحاضره الجايه اللي هي مالت الايمج سايز والجيت ايمج والبوت ايمج. هاي يعني ما تمسح لك الشاشه، يبقى الرسم الموجود السابق موجود والحالي ايضا موجود، لان اكو بيها يعني باراميتر يسمونه ميثود،
هذا الميثود يسوي اكس اور ويا الاشياء الموجوده بالشاشه. اذا الشاشه بيها بيانات يعني بيها رسومات وانت تريد تضيف رسمه جديده وهاي الرسمه تريد تحركها، فهو يسوي اكس اور او اكس نور او ناند، يعني اي عمليه منطقيه يسويها حسب انت شنو تخلي من عمليه منطقيه، فهو راح يخلي الرسمات الموجوده على الشاشه ويضيف رسمتك الجديده بالحركه. طبعا شكرا جزيلا مصطفى على المداخله، يفترض انه ينتبهون. نعم عباس المايك لك مفتوح، عندك اضافه؟ العفو سيد، نعم بس سؤال على الحركة سيد، شلون اخلي الحركة مثلا مال الكرة اخليها سرعة؟ نعم سيد حركة الكرة مثلا شلون اخليها سرعة؟ انا من بداية نفذ السؤال كلش بطيء عندي الحركة مال الكرة مثلا او اي شكل. تخليه أسرع، جرب انه يعني تسوي الديلي هاي يعني الوقت اللي بالديلي، جرب تقلل او تزيد بيه، تمام لان هو المسؤول عن ظهور الشكل بالمكان، يعني عن تاخير ظهور الشكل بالمكان الجديد، فانت كل ما تقلل الوقت راح يظهر الشكل اسرع. تمام نعم شكرا. أهلا. بعد منو عنده سؤال؟ ها هي، شكرا جزيلا، طلاب قادر، يبقى بعد فقط اللي عنده مشكلة. شكرا جزيلا، اللي عنده مشكلة بالتنصيب ابقوا.